حياكم الله مشاهدينا ببرنامج أفوالة بجزءه الثالث بحلته الجديدة. معكم أنا وزميلاتي مروة أحمد وزميلتي عواطف محمد، وهنا نستغل الفرصة طبعا أكيد بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات من أسرة البرنامج إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ورعاه. صحيح سهام، وأيضا إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وإلى أخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى أبناء الأمتين العربية والإسلامية. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى العلي القدير أن يعيد على دولتنا بالخير واليمن والبركات، وأن يجعل هلاله هلال خير ورشد وأمن وإيمان. اللهم آمين. آمين يا رب. يسعد مساك سعيد يا ويسعد مساكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب. أكيد، وخلينا نستغل الفرصة بعد ونسلم على زميلتنا مروة، زميلتنا عواطف ركن التراث. مروة عواطف يسعدني مساك. ما أدري علقت معي مروة. مو مشكلة اليوم عادي. لين نتعود على بعض. كل عام وأنت بخير عواطف. وأنتم بخير وصحة وسلامة، وإن شاء الله يكون يعني شيء بداية خير علينا وعليكم، وتهانيكم كانت جميلة. وطبعا شهر رمضان دائما نتمسك فيه بالعادات والتقاليد، يختلف الماضي عن الحاضر أحيانا، لكن الحمد لله لك يا رب في دولة الإمارات نحن نتمسك بعاداتنا وتقاليدنا. اليوم وكل يوم من ليالي فوالة رح نركز على هذا الجانب، الجانب التراثي المهم جدا بالنسبة لكل واحد فينا صغير وكبير في دولة الإمارات. رح نتعرف على الأكلات، رح نتعرف على السنع والقهوة وأشياء كثيرة، وبنقهويكم وبنعطيكم فوالة بعد ما عليكم. يمكن ليالينا بتكون مميزة من هني من رؤية الإمارات الفجيرة ومن تلفزيون الفجيرة، بضيوف مميزين دائما ويانا في برنامج فوالة، وبنتعرف بعد على التراث بهذا الجانب التراثي. ويانا ما شاء الله أم سعيد، مساك الله بالخير. مساك بالنور حياك. وأم محمد مساكم الله بالخير. ربي يسعد مساك وانت بخير وصحه وسلامه. طبعا نحن بعد شوي ان شاء الله بنتكلم وياهم اكثر، بيقولون عن الفواله، عن السنه، عن قبل والحين، لان قبل شوي تكلمنا يعني قبل ما نبدا تكلمنا عن ليالي رمضان في الامارات قبل والحين. الحلو التمسك بهذه العادات والتقاليد، رح نركز عليها خلال برنامجنا اليوم. الله يعطيك العافية عواطف، وما شاء الله ركنك مميز صراحة حبيبتي. ومبدع أكيد بيكون ما شاء الله عليهم. نحن بعد بنستضيفكم هني في ركننا معلكم، أهم شيء نتقهوى وياكم. أي ضروري عندنا الجيمات بعد فرش. أكيد الله يعطيك العافية. مشاهدينا أكيد مع ضيوف متميزين في هذا البرنامج، برنامج أفوالة. ضيفنا الأول كانت بدايته مراقبا هندسيا، أول في الهندسة المدنية في مجال التصوير بدافع التقاط الصور جميلة لرسمها وإخراج لوحات هندسية فنية خاصة به، ولكن وجد في نفسه حبا كبيرا للفن وأصبح يمارس الهواية بدافع التصوير وليس مجرد وسيلة للتسلية أو وسيلة للرسم. ضيفنا هو مبارك محبوب الكياني، خلونا نرحب فيه. وأيضا ضيفنا الثاني لليوم سهام، هو فنان تشكيلي، لوحاته سكينة وإحساس عالي جدا وأثر عظيم، لكل لوحة قصة، وفي لوحاته تتزين المرأة بأبهى صفاتها وأيضا حلتها. لكن لماذا غالبا المرأة حاضرة في لوحاته؟ بنتعرف على هذا السر وياكم اليوم. سعود العبد الله ومبارك المحبوب الكياني، يا هلا ومرحب فيهم في الاستوديو. نورتوا، تفضلوا. نورت فوالتنا. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. تفضل. حياكم الله. الله يحييكم. كيف كان أول يوم رمضان؟ أستاذ مبارك. والله أول شيء طبعاً أشكركم على هالاستضافة. طبعاً هذا مو شيء جديد عليكم. وبخصوص أول يوم طبعاً إحنا عندنا خاصة عندنا في البيت. نعم. نتجمع في البيت الكبير اللي هو بيت الوالدة، وكنا نفطر فيه. الله يحفظك. الحمد لله هذه سنوية تكون عندنا. أكيد. والحمد لله يعني
مشت الامور. اكيد استاذ اكيد استاذ سعود، شو الاختلافات ما بين اجواء رمضانيه في دوله الامارات وفي دمشق؟ والله في دمشق يعني في عندنا المسحراتي، هذا هو اللي متصدر القائمه يعني بشهر رمضان، لا يوجد اختلاف يعني كبير. ولكن في الريف اللي انا عايش فيه كان في هناك يعني اجواء مختلفه عن المدينه، عن الشام او عن، فبتذكر حتى بايام الطفوله كان بوقت الافطار، ساعة الافطار، هذا من زمن بعيد، كان بيشعلوا ضوء على تله بيحطوه فوق التل، نتفرج عليه كلياتنا ونحن صغار من بعيد، ونستنى الناس كلياتها تطلع فوق البيوت، تطلع فوق الاماكن العاليه. فحتى اذا اذن، اذا نسمع الاذان ما بنكترث الا نشوف الضوء، خلاص ارتبط. أيوة ارتبط، حتى انه صار الافطار اذن بس خلاص الا نشوف الضوء، واحيانا يتاخر ليشعل الضوء، بس يشعل هذا الضوء كلياتنا بنبلش ونحن صغار فطور بصوت عالي انه افطروا خلاص صار الافطار، انت الضوء واحنا المدفع. ايوه تمام. هاي هذا الحكي من زمان يعني. ولكن المسحرات لا زال الى هذه الايام يمارس هذه المهنه الجميله. لكن بعض الاحياء القديمه ولا لا؟ يعني في الاحياء ايضا في المدينه موجوده المسحرات اليوم؟ في المدينه موجوده، في الاحياء موجود. في بعض الاحياء في المدن، ولكن في القرى في الأرياف لا زال مسحراتي موجود. بالنسبة لأستاذ مبارك، خبرنا عن الأجواء الرمضانية اللي في الذاكرة من طفولتك. والله ومواقفك يعني مضحكة يعني فيها. فطرت وتعرف الأشياء المضحكة. أكيد يعني شخصية. لا أكيد فطر يوم من الأيام يعني. والله هذا شيء طبيعي يعني، مثل ما نقول نحن أول ما بدينا مسألة الصيام وصيام، فمن المواقف أتذكر أني يعني خلاص هذه أول سنة بديت أصوم فيها، وكنا متجمعين على السفرة، فننتظر خلاص يعني وقت الأذان، فأخوي الكبير كان عندي فشافني ساكت، فهو فكر أني أنا قاعد أكل، فقال لي والله أنت فاطر. قلت يا عمي والله مش فاطر، الحين فطرت. فلحد الحين أتذكر الموقف، ما رضى يصدق طبعا، لكن قلت له كيفك، المهم أنا صمت وخلاص والحمد لله. بعض الامور بعد تصير عندنا نحن اللي هي لما كنا صغار، وقت المدارس لما نكون احنا في المدارس، خاصه اللي هو في الابتدائيه، في بعضنا يعني بعض الاولاد الموجودين عندنا بعد ما وصل انه يقدر يتحمل الصيام وصيام، فما يصوم، لا الكبار تصوم وكذا، فكنا نقول لا هذا صايم هذا فاطر، فخلاص يعني. تتذكر كيف كنا نعرفهم؟ لسان الابيض زي اخي، يمكن مثلا شارب لبن او شارب حليب، يقول انا صايم. يعني هالعاده وحده لسان للكل هذه. ومواقف فعلا كانت امور حلوه وطيبه صراحه يعني في بدايتنا. والمواقف اللي صادفتك صارت؟ والله المواقف لما كنا صغار كمان يعني، نحن بعمر كانوا اهلنا يمنعوننا يعني، كنا صغار بالعمر يعني، الصيام مشكله للطفل، فنجبر أهلنا أنه لا بدي صوم، فبس يعدي نص اليوم نصير ندور أنه شلون يعني، إحنا تورطنا حكينا كلمة وربنا أصلكم قدها. فبصراحة مرات نتملص، مرات ناكل الشغلة من هنا حتى يمضي اليوم، ونقعد بعد الفطور أنه ما حدا دريان بشيء، نفطر مع العائلة. نعم. إيه أنا برجع لمروة، بتشوف مروة شو المواقف صارت عندك أنت؟ أكثر شيء هذا لساني يعني، دوم لساني أحمر، شو أسوي يعني، كنت أصوم ولكن دوم لساني أحمر، فدوم متهمة بإني أنا فاطرة ومو بصايمة. ما حد صار تشوفي تفطري؟ لا من الطفولة أحس أن كنت أصوم، ولكن أنت سهام طبعا. إحنا إذا فطرنا طبعا، أنا أكثر شيء كنت مع أخوان أولاد يعني، فإذا فطرنا طبعا أتعرف سردين يعني تونة. تماما. شو تسوي سردين؟ تونة. هي سبحان الله تحس أنها بالإفطار يعني، يوم تبغى تفطر برمضان تفطر على تونة، ما تشوف حد ثاني يفطر على شيء ثاني. في اشياء ثانيه نقدر، بس لا التونه ليش ما ادري. خلاص ربطتي كلنا. نرد سهام حق الاستاذ سعود، خبرنا اكثر عن لمات رمضان. هل اليوم لمه العائله مثل اللمات القبليه قبل ايام زمان يعني نجتمع كلنا، ولا ان هذه العاده الاجتماع على سفره واحده اندثرت؟ والله شوفي يعني، هو انا ابدا من برنامجكم يعني،
برنامج فوالة أنا قرأت عنه وشو معناتها وشو الفوالة، هو نوع من التفاؤل ونوع من اللمة الحلوة والأكلات صحيح. الطيبة والفواكه وال... يعني مثل هاي الجمعة اللي بنشوفها. بسبب الظروف الحالية اللي بنمر فيها أكيد تغير كثير من المفاهيم يعني. صحيح. بس يبقى الإنسان يبقى يتمنى يرجع لهذيك الأيام ويتمنى الجمعة، يتمنى أول شيء صارت الغربة هي ضغط وواقع حقيقي يعني، قد ما نجمع الشمل ما بيلتم، والحمد لله على كل حال يعني هذا ظروف البعض من الناس. لا تغيرت الأحداث واللمات هاي يعني ما بتشبه الماضي أبدا أبدا، مع أنه نتمنى أنها ترجع. يعني حاليا أنا مثلا عايش مع أخوتي بالإمارات، اثنين من أخوتي متزوجين وأنا متزوج أيضا، يعني جمعتنا شوي في إلى نكهة خاصة، أنه الحمد لله أنه ثلاثتنا مع العيلة موجودين شوي يعني نقدر. ومن فترة كان الوالد والوالدة أيضا موجودين بالإمارات، يعني غطوا وحضروا شهر رمضان الماضي، صار في جو من الألفة، صرنا نتذكر أيام زمان. ولكن الحمد لله على كل حال لكل زمان، لكل زمان. قبل كانت الأسرة الممتدة، الأهل حارة، كنا مع بعض، والعائلة الكبيرة إيه، بس الحين ثبت الوقت والعمل وكذي. تمام. الله يعطيك العافية أستاذ مبارك. خلينا نرجع أو نبدأ معاك في مسيرتك في مجال التصوير، هالموهبة متى اكتشفتها أو متى بدأت معك؟ حلوة كذي يعني، كأنه في ذكريات حلوة لها. والله ذكريات حلوة، ذكريات حلوة الحمد لله. الحمد لله لك يا رب. أقدر أقول أن كنت عايش في وسط نوعا ما فني. نعم. الوالد الله يرحمه كانت عنده ملكة شوي في الرسم، وما اكتشفناها إلا بعد ما توفى الله يرحمه. اللي هي الكتب اللي كانت تخليها وتحافظ عليها الوالدة. فان يعني كانت صدمة بالنسبة لنا أن أبوي الله يرحمه كان عندها الموهبة وهذه، وليش ما نماها وإلى آخره. فالحمد لله بديت أهتم بزيادة، لأن حسيت أن هذا الشيء، والوالد الله يرحمه كان فيه، أخوي الكبير كانت عنده اللي هي أحب ينشد، فذكر حتى كان عنده ألبومين، ما أدري ليش وقف، كنت أتمنى يكمل. عندي بعد أختي الكبيرة عندها اللي هي تكتب خواطر، عندي أختي اللي أصغر مني في الخط العربي، فأحس أن جميل أسرة في قاعد. عندي أخوي اللي أكبر عني بسنة بعد الحين قاعد يصور، أخوي اللي بعد الصغير بعد نفس الكلام، فأحس أني في وسط عائلة فنية، فالموضوع كان بالنسبة لي سهل. كنت من البداية طبعا رسام في الأيام المدرسة، وكنت متقوقع على نفسي حاب أني بس يكون في حصة الفنية هذا شغلي وخلاص. جميل. بعديها بديت شوي شوي أطلع على يعني أكثر القاعدة، أرسم في البيت، صارت حتى فترة طويلة كنت بس قاعد في البيت، فحاولت أني أرسم. أتذكر حتى في مرة من المرات في أيام الدراسة صارت في مسابقة على مستوى الدولة في الرسم، فتعال مبارك أنت واحد من الناس المتميزين في المدرسة وبنحطيك. فكانت هاي أول مرة أدخل فيها في أجواء اللي هي المسابقات، فدخلت والحمد لله لك يا رب، اللهم لك الحمد، خدت المركز الثالث على مستوى الدولة في الرسم بقلم رصاص. ما شاء الله. فكان عندي هذا أول إنجاز، وكنت فعلا يعني صار عندي حماس أني أكمل. بعدها بفترة أتذكر واحد من المدرسين، ومش إنه مدرس فنية، لا مدرس تربية وطنية، وأتذكر هاليوم كان اليوم الوطني يوم مفتوح، فقال يلا يا جماعة الخير اليوم ما راح ناخذ درس، يعني نكمل اليوم اللي هو الفعاليات عندنا في الصف، فقال خلونا احنا ناخذ كم من شخص يرسم على السبورة شو اللي قاعد يعني يفكر فيه او يحس، او يعني مثل ما تقول احساسك انت بهاليوم. فمبارك اطلع، ليش لا انت اطلع. فطلعت الحمد لله رسمت، قال لي كلمة والله لحد الحين أتذكرها بالحرف، قال لي أنا أتوقع لك يعني مستقبل غير طبيعي. فبعدها سكت ورحت، بس بدأت الكلمة تتردد عندي. وصلنا الثانوية طبعا،
ثانوية طبعا خلاص الدراسة أكثر من الفن وهذه. بعديها قعدت سنة تقريبا بعد ما خلص دراسة، قعدت سنة ما أدور على وظيفة، فبديت أكمل، بديت أكمل الرسم وما رسم. تزوجت الحمد لله واقتنيت أول كاميرا، أتذكر حتى الكاميرا الفيلمية، لغرض أني أروح مثلا المكان عجبني أبصور على أساس أني أرسم المكان. طبعا الكاميرا الفيلمية 36 صورة، اللي يطلع منها 5-6 صور، هذا اللي بس تطلع والباقي أنسى. كانت طلعاتي أكثر شيء مثلا مع زوجتي، أطلع مثلا زيارات وهذه، فتكون الكاميرا عندي، عجبني مكان صورت، عجبني منظر صورت، أوثق الرحلة. يعني أصبحت الكاميرا صديقة. أي بس لغرض شو؟ لغرض أني أنا قاعد أوثق، وفي نفس الوقت إذا بروح البيت برسم المشهد اللي عجبني. تمام. بعدها حسيت أن أنا بدأت تضيع عندي صور، خاصة الصور الكاميرات الفيلمية، وما كانت عندنا الثقافة اللي هي لا لازم تكون كذا ولازم تكون كذا على أساس تحافظ على الفيلم، تحافظ على الصورة. قلت خلني أخذ الديجيتال، على أيامها لسه توها طالعة أيام الكاميرات الديجيتال اللي هي الكاميرات الجديدة، فأخذت واحدة على أساس أنه ما تضيع علي الصور، وفي نفس الوقت أقدر أراجع الصور مرة مرتين تمام. ثلاث، عجبني عجبني ما عجبني أمسح. مثل ما نشوف الحين أستاذ مبارك على الشاشة، هذه بعض من الصور، بعض من الصور هي أعرضها الحين. هذه وين؟ في الجيرة صحيح؟ هذه في الحيل، منطقة الحيل. هذه كانت أيام المطر، وكانت مغامرة أني أوصل فوق بس عشان أصور، هو ما شاء الله عليه رياضي، فكانت صعوبة لي أنا أني أطلع شايل معداتي وياي لين ما وصلت فوق وقعدت أصور. مسكين هو حتى يقول لي لا أنا بساعدك، قلت له لا أنت ساعد نفسك، خلني أنا ساعد نفسي، لأن معداتي نعرف أيضا جميلة جدا، يعني طالعي الخيالات الألوان، تدرجات الألوان وايد جميلة. كان فترة العصر هذه، يبين في مرتفعات، يعني انك انت في مرتفع، فالحمد لله انه يعني الله نجانا. انا عندي سؤال امري، نحن النساء يعني السيدات يوم بتتصورين صوره حلوه المفروض ان في 20 صوره مو بحلوه وتعيبت وحده، انت لين ما عيبتك هذه كم صوره صورت لين ما وصلت لهذه الصوره؟ والله شوفي انا دائما اقول للناس من الصوره الوحيده الصوره مستحيل مستحيل مستحيل, مستحيل. اه يعني لازم اكثر من صوره اكيد. اوكي الحمد لله. ليش؟ مش انه مساله تطلع حلوه ولا لا، انا قاعد ارسم سيناريو، والسيناريو هذا يطلع ولا لا، بعديها يمكن تطلع لقطة ثانية تغطي على اللقطة هاي، لا أنا عجبتني هذه بعيد عن السيناريو اللي أنا حطيته، فصورت تطلع الصور. الصورة هذه خبرنا عنها. هذا اسمه نوح. مسكين شفته في مهرجان مهرجانات، واستأذنت من أهله قلت لهم أنا أبغى صورة، لأن ما شاء الله يعني كاركتر حلو. فقلت لهم لا خلني أصور أحسن. فجبتها في بيت الفن، لأن بيت الفن بالنسبة لي أفضل أو أحلى متحف بيت. متحف. أيوة متحف موجود عندنا في 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 الفجيرة القديمة، وصورته والحمد لله طلعت بنتائج حلوة. الصورة. هذه في الأردن، كنا مجموعة فنانين رايحين. ممكن نعرف حكايتها بعد؟ حكايتها شوفي أنا بالنسبة لي ك ك كتصوير أحب يعني ألعب بالإضاءة. نعم. أو أتبع الإضاءة، فالصورة هذه كانت فيها إضاءة حلوة، إضاءة الشمس طبعاً. وخليته يقعد في المكان أساس إنه فيه تفاوت ما بين الظل والإضاءة. ليش الصورة مقسمة لخمس أجزاء؟ هي يمكن تلاحظيها إنه خمس أجزاء، هي تقريبا هي جزء واحد ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس. شاطرة في الرياضيات. فيها البنت لابسة لبس الإماراتي. لا هذه غير. هاي غير. هي اللي في النص هذه. الشخص هذه. فهذه الصورة طلعت بها، طبعا استخدمت بس إضاءة الشمس. وما شاء الله عليه هو بعد يعني تحملني لما صورت. أنا عندي فضول، الصورة الأبيض والأسود ماذا تعني؟ هل هي مثل هذه الصورة اللي هي جديدة؟ شو تعني؟ ليش تحطونها أبيض وأسود؟ والله أو متى شوفي أنا تقدرون تغيرون يعني ما في شخص ما في شخص يقدر يلزم الفنان بأنه يتبع نمط معين. يمكن أنا بالنسبة لي حبيت الأبيض والأسود على أساس تعطيني تفاوت بين الإضاءات. ثاني شغلة فيها بعد. نعم. في الصورة مثل ما نقول يحق للشاعر ما لا يحق لغيره، وايضا يحق للمصور ما لا يحق للفنان ما لا يحق لغيره. الفنان هو ككل يعني ككل. ككل. ايه. انت عندك مساحة تقدر تعبر فيها وجهة نظرك. صحيح. ناقد ما ناقد وجهة نظرك ونحترمها. صحيح. لكن نعم. هذه اللي انا حبيت اطلعها او هذا اللي حبيت اوصل له. اكيد هذه الصورة
الورشه اللي خاصه بالشركه اللي ماخذه ترميم الاماكن التراثيه في الفجيره. نعم. فانا حبيت الشغل عندهم لان حسيت ان المكان فيه مثل ما تقول الشغل بزياده في ايوه في عمل. يعني انا اغلب الصور اللي احب اصورها يعني تبرز الشغل ما اني انا اجيب شخص واوقفه واقول له لا اوقف لا لا احب انه يكون هيز ات ورك. فاهم علي؟ فما شاء الله عليه هو وقف وصورته أكيد. وحتى نساني مسكين. جميل. استاذ سعود اكيد ما في فرق ما بين التصوير والرسم. لا في فرق طبعا. يعني هو يعني يعني اللي يحب يرسم يحب يصور. اي يعني هو انت تنقل رساله او تنقل مشهد. هو ليش انا قلت في فرق؟ نعم. او ما هو ما في فرق باعتبار انه نحن نحاكي مشهد من الواقع صوره. نعم. نسجل شيء من الواقع او ولكن الفرق بالتقنيه وبالشلون لما نتناول هذا الشيء. يعني الفنان يتناوله غير ما يتناوله لكن في النهايه العين هي اللي تحكم. هي تقصد العين هي هذا اللي اقصده يعني تسوي انت هذا هو التشابه بينات وانه الشغله بصريه بالنهايه. نعم تماما. حلو اكيد ابدعت فيها. نشوف لوحاتك هذه بعض من رسوماتك. خبرنا عنها. هاي الاعمال هي مشغوله بالرمل الطبيعي رمال طبيعيه. يعني كل الالوان اللي بتشوفوها بهاي الاعمال هي رمل طبيعي عدا مثلا عندك اللون الابيض ببعض اللوحات. نعم. هو لون الرمل مخلوط ببودره اسمه الزنك او التيتان الابيض بينما باقي الالوان كلها الوان طبيعيه مثل مثل ما هي من الارض يعني بدون اي اضافه. نعم. بدون اي اضافه الوان ليش 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 شو نقعت ليش اعتمدت برسوماتك على الاحظ اغلبيه نساء يعني ليش اعتمدت بلوحاتك على ابراز المراه لغز لان المراه لغز شعر المراه ايضا انا قلت المراه لغز. شوفي يعني السؤال ممكن ينسال لفنان ما بيرسم المراه وهون هو انه انت ليش ما بترسم المراه فهذا حالته غير طبيعيه صحيح. بس أنا حالتي طبيعية يعني أنا بشوف اللي بيرسم المرأة هو إنسان متوازن بالنهاية. الفنان لما يرسم المرأة وجود المرأة بلوحته تدل على توازنه وتصالحه الداخلي مع ذاته واحترامه للمرأة أيضا. طبعا طبعا أنا أعتبرها لغز لأن المرأة فيها أسرار. شوفي وأجمل أسرار على فكرة. يعني المرأة خليني أحكي لك أنه ليش أنا رسمت المرأة. رسمت المرأة أول شيء فيها طاقة. هذا التكوين فيه طاقة. يعني هي مجموعة من الخطوط. هي مجموعة لا تنتهي من الألوان. يعني لما برسم المرأة وحي مستمر عند الفنان. لا ينتهي لا ينضب أبدا. يعني عجبي لمن يرسم الزهور ولا يرسم المرأة. الله. وهي حقيقة. أنا بستغرب أن والله فنان ومقضي حياته يرسم الزهور ويرسم. هذا طبعا مو غلط. ولكن في شيء أهم أنا بشوفه. المرأة تتحمل كل المضامين. المرأة الحزينة، المرأة المبتسمة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة المشاكسة طبعا. يعني كل هاي الاحتمالات هي موجودة بالمرأة. المرأة عبارة عن مجموعة من التقلبات التي لا تنتهي أبدا. والفنان مخير بالنهاية. أي نوع أي المرأة موضوع لا ينتهي فعلا وحالة تشكيلية عجيبة وغريبة. جميل. فعلا. خبرتنا ان اغلب لوحاتك تستخدم في رسمها الرمل والاشياء الطبيعية. نعم. من وين تستوحي هذه الافكار؟ يعني فكرة الرمل قصدك؟ فكرة الرمل وهذه الاشياء علشان ترسم مثلا مرأة. شوفي يعني انا وشو الاشياء الطبيعية الاخرى اللي استخدمتها في الرسم؟ بالضبط هو موضوع تقني. ممكن انت سالتيني عن موضوع التقنيه. انا رسمت الشكل بالبدايه. رسمت شكل المراه. طبعا لما بدات فيه كان في كثير من التفاصيل. نعم. تفاصيل يعني كانت العين موجوده والانف وكثير من الاصابع. بس انا حاولت اسيطر على هذا الجسم بابسط الخطوط. يعني خير الكلام ما قل ودل. صحيح. بالفعل وانا ما بشوف ابدا ما بتطلع على العمل التشكيلي او اللوحه التشكيليه انه لازم تكون مخزن من الالوان. على العكس تماما. انا بحب البخل بالالوان. البساطه. البساطه. صح.
يعني البساطة هي أنت اليوم إذا كل لوحة هي مخزن لوني بتعبي وبتحشي، يعني أظن هاي مشكلة كبيرة. بس لما أنت تعالج وتأخذ العمل كلمحة خاطفة، يعني لما بتشوفيه لمحة خاطفة ولكن يعلق في الذاكرة، هو عبارة عن ختم في الذاكرة. أنا بشتغل على هذا النمط، ودائما على فكرة لما بيرسم الشكل أي شكل كان، أي شكل كان، إذا الرسام يرسم شكل محدد دائما هذا الشكل بيعطي صفة المتسول، متسول للمادة، متسول للقيمة اللونية، متسول للتقنية. يعني أنت بترسمي الشكل بيطلب منك أنه أنا بدي يكون موجود، عبيني، املأني بلون معين، بتقنية معينة. فهي مهمة الفنان، هو أنه يدمج، مو بس يرسم شكل، أيضا يوفر تقنية حقيقية لهذا الشكل حتى يتم الانسجام ويتم العمل التشكيلي بالنهاية. أكيد. تمام. في نقطة تلاقوا فيها اللي هو الأستاذ يختار الألوان للصورة، وأيضا الأستاذ يختار طبعاً التقنية للرسم والألوان أيضا. بالضبط. أكيد هو إبداع واحد. نحن فعلا الإبداع واحد. أستاذ مبارك، في رسالة معينة بتقدمها من خلال الصور اللي تصورها؟ والله شوفي، أنا أعتبر أن الفنان اللي لا يحمل رسالة في أعمال الفنية هذا مش فنان. صحيح. لأن أنت قاعد تتكلم، وأنت مثل ما يعني كنا حتى نتكلم قبل اللقاء أن هذه رسالة. نحن تعرفنا على بعض هنا. الله حيوان، أنا شفتك كذا عرفته وفتحنا مواضيع. فقلت له أن هذه لو يعني لو إحنا بناخذها من ناحية فنية، هذه لغة. أنا أقدر أتعامل معها مع أي شخص في العالم، سواء كنت أعرفه ولا ما أعرفه، لغته غير عن لغتي، ديانته، فكرة، أصوله، اللي يجمعنا الفن. فهذا نتوقع أن هي رسالة، وفي نفس الوقت ثقافة. هي نقطة التقاء الشعوب كلها. فلو ما كانت عندي رسالة واضحة، ما كان عندي هدف في الصورة، معناته ما أقدر أوصل. يعني حتى أنا كنت أقول، كنا نتكلم عن الموضوع اللي هي الصور، وفي نفس الوقت حتى أكلم الناس الباقيين أقول له الناس اللي الحين بدأت تطلع تصور أتوقع أنها صارت نفس اللي هي ممكن التصوير. صحيح. أنه صور انتهى خلاص. صحيح. عمل فني. طيب عمل فني بحس أنه جاف، عمل فني ميت ما في روح. لهالسبب يعني مثل ما تقولي أن أحاول أن تكون في رسالة توصل للشخص المتلقي، سواء كان عنده حس فني ولا ما عنده حس فني. ثاني شغلة تعكس وجهة نظري، تعكس ثقافتي، تعكس مشاعري، تعكس أفكاري، توجهاتي. فأنا بالنسبة لي أنا اللوحة أو الرسمة أو الصورة اللي أنا قاعد أصورها أو أتعامل معها أعتبرها هي الباسبورت مالي، وفي نفس الوقت الرسالة اللي أبغى أوصلها للشخص الثاني. يعني بعض الأوقات لما إحنا نتكلم في فرق ما بين أني أنا أقيم صورة أو لا، مش أقيم، أشوف صورة أو أني أقرأ الصورة. نعم. أشوف الصورة أني مرور كرام، نايس، حلوة، التذوق غير. أما لما أنت تدخل وتقرأ الصورة. صحيح. قراءة الصورة ترى شيء صعب مش سهل. أستاذ مبارك وأستاذ سعود، يعني ريحة الجيمات مو طبيعية في الاستوديو. بنروح مشاهدينا فاصل سريع، بناكل الجيمات وبنرد لكم. رجعنا لكم مشاهدينا مع ضيوفنا مبارك الكياني وسعود العبد الله. طبعا هاي قلنا لكم بنقهويكم الجيمات، تفضلوا. هاي الجيمات، اي هاي الجيمات. نعم تمام. هاي قهوة فوالة، يعطيهم العافية على الجيمات اللذيذة. تحت الهواء ما شاء الله. عاد ما ادري ما حطيت شكر. تفضلوا. تسلموا يديك. شكرا. ما ادري مروه تبين شاهي؟ يا ريت. على فكره ترى مروه ونحن طالعين بريك كانت تاكل الجيمات. اكلتي الجيمات؟ انت اكلت الجيمات؟ نحن شمينا الريحه بس. انت شميت الريحه بعد ما اكلتوا الجيمات لسه ما. شو رايك نروح لعواطف؟ اكيد اكيد. بنشكرها بعد هالجيمات، نشكر خالاتنا. بالعافيه. الله يعطيك العافيه. اهم شيء عيبكم لاني باخذ الوصفه الحين باكل.
خلو مسعيد مساء الله بالخير مرة ثانية. مبروك عليكم الشهر حبيبتي علينا وعليكم الجميع ان شاء الله وعلى شيوخنا عن جميع امين يا رب ربي يحفظهم الله يحفظهم خلو ام سعيد بما ان الكل عيبه الكل قاعد يسال عن الوصفه تغيرت من قبل للحين ولا نفسها اول بر ما نسوي القيمات احنا نفسها لا نفس القروص العاديه ما نسوي ما فيها خميره ولا شيء سكر سكر بس ومي ونسويها على الطوبه ما نسويها بالزيت الحين يسوي فيها خميرة يسوي فيها سكر يسوي فيها خاشقتين نيدو هذا قبل الحين أول ما شيل السكر وماء ويسوي على الطوبة يقروس نفس ورينا كيف تسوينا لأن ما شاء الله يعني الحين يوم إحنا نحاول نسوي يعني أتوقع البنات بعد يعرفون تطلع أشكال وألوان صح بنات أنا شوفي الحين تطلع أشكال وألوان أنا لأني لابسة قفاز بدون قفاز بدون قفاز أريح أريح بس الحين إحنا بيدي الحنة بعدين أيدتش وحلوة الحنة يعني يمكن تكون مرات مرتبطة بالعيد بس ما شاء الله هني عندنا في الدولة طول السنة لا أنا ما استغ أنا أقول ليش ما استغنى عن الحنة هاي دوم أشوف الحريم في إيديهم وفي بعد أشكال في هذه اللي يسكرون إيدينا ويحطون داخلها حنة أيوة هذه شو اسمها قصة لا ما قصة نفس البطتي شوفي ما شاء الله ما شاء الله كيف مدورة الجيمات لا وين مدورة نفس البطة طلعتها يعطيك العافية نروح عند خالة أم محمد إيش حالك الحمد لله مبارك عليك الشهر الله يبارك فيكم خالة أم محمد هي تعال شوي صوبي اليوم قبل شوي كنت أسألك عن قبل والحين يعني الحين لو نتخيل أن قبل 30 سنة عن اليوم كيف تغيرت سفرة رمضان؟ هي ما انها تغيرت يعني بالمأكولات وهذا نفس الشيء بس انها تغيرت في اللمة يعني ما عاد في وبعدين الاول بعد كان ما في كان طاولات وهاي يسوي بس سفرة صار رود احنا نسميه احنا نقول عليه السفرة في الاكلات الشعبية قيمات فعلا ما كانت مثل هذه الاول يسووها بس اللمة هي اللمة اللمة هي اللمة هي لان اول ما نسمع كلمة رمضان اي في بالنا لمة الاهل هي اللمة سواء كانت في رمضان أو بالأيام العادية الأول يعني وخصوصا الفوالة وفوالتنا غير الفوالة القبل يعني الإيران كانوا مع بعض يعني وقت الضحى يتزاقروا يعني احنا عندنا هناك في إيراننا يعني وهي مثلا وحدة تقول تصير تحوط بيتي يعني تقول لها اليوم القهوة بيتي مثلا ما ولا ماشي تليفونات وهذا عشان هي تصير لهم وحدة هي كان هناك إيران يعني اليوم القهوة بكرة عندنا بيتنا الصبح يتجمع الحريم الصبح اللي تصير النخل تصير اللي تشتغل بالبيت اللي هذا اللي تخمل أول ماشي بشاكر وهذا كل وحدة تشتغل بروحها الضحى عادي توالفوا هي الضحى فوالت الضحى هي توالفوا عاد مثلا بيت ام سعيد الحريم كلهم يتجمعوا معاها قهوه هي على الخبز وتصير تدق البيبان وحده وحده تعزم هي وحده عاد اليوم انا بكره انت دورك متفقين هي ما شاء الله هي يعني عاد شو البلاليط الخبز رقاق المكسف العصيد الخبيص كل وحده تسوي دنقول باجله هاي كلها اكلات واكثر بعد والقيمات الاول غير القيمات الاول هاي ما عندنا مدوره كذا تي بس عجنوها يا ان في عجينه التمر ماي التمر او انها في الدبس يسووها بس الحين بعد في بالدبس احنا لحد الان نسويها مثل المحله هي المحله نفس العجينه مال القيمات مال الاول يعني على طاري الفوالة وشو المكونات الأساسية لازم تكون شيء محطوطة أساس الشيء الفوالة إذا في رمضان الأساس الفريد والهريس إذا في رمضان ولا في الأيام العادية في الأيام العادية أي شيء يعني الخبز رقاق مثلا النخيل الباجلة وفي الضحى وفي بعد العصر هذا العصر بعد ما يخلصوا شغلهم يتجمع عند البيوت يعني كل وحدة مثلا الحين هذا كدودتها صفتها الفوالة ميلسة زين ويسالف دق حنك السوالف ويتقهوى يوم مع بعض ولا تخيط يعني لو بناتك وتجي تعلمينهم بعد على نفس الشيء على هالسنع انا البنات الحين يخيطوا ويلسوا صح لما يلتموا البنات مع بعض يلتموا يعني حتى يفصلوا ملابس المخاوير وما ادري شو يتلموا يعني يحبوا هالشيء بالعكس هي الحمد لله الحين بنات يعرفوا يحبوا يعني هي حافظ على التراث للحين هي نعم انا شايفه اني جايبه وياك شيء اشياء حلوه فنبي نعرف مسمياتها هذه ثوب
هذا الثوب، هذا الفوق الثوب فوق الكندوره، فوق الكندوره. وبهذه يسموها قطعه دمع الفريد، دمعه الفريد. هي وهذا التلي، يعني التلي على حسب ما انت تبغي، تبي الابيض خصوصا التلي الذهبي. شوفي اول ما كان عندهم ايش يسموه الالوان الخوص، كان الالوان بس ابيض التلي اللي هو الزري، هو الزري اصلي. وبطريقه غير الحين تجيبوا مثل هذا الحين الاول لا كان اصلي فضي يعني، بس هذا اللون، يعني هذا اللون الاصلي الابيض، بس الهدوب تختلف. عاد الهدوب بلا الاحمر الاخضر الاصفر الازرق. يجيبونها قبل وشو هي يعني هذه الخوص او من الهند يجيبوا هذا الخوصه تجيبوها من الهند بس ذهبيه يعني، ايش قصدي بيضه ما شاء الله يعني لمعتها حلوه. هي. وهذه دمعه الفريد يعني الوان القطع، وهذه هاي التلي، وهذا التلي نفسه التلي هذا الابيض. وصل ياسه تسوي بعد بنصير لها هي هذه سويت هي هذه سويت سير. السلام عليكم خالو. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله حبيبتي. احنا وايد عايبنا اللي قاعده تسويناه. هذا التلي صح؟ ايوه. وتسوين دائما في البيت حتى؟ ايه اسوي مسوي الكادو دائما بخدمه خدم. خالو لو اقول شعلميني بتعلميني؟ والله من عيوني. حبيبتي الله يسلم عيونك. الله يخليك. ويعني ما شاء الله بعدين يوم بتخلصينه هذا شو بتسوين فيه؟ اسويها كندوره حبيبتي. تسوينه كندوره نفس المخاوير يعني. ايوه اي. واشكال والوان قبل تو خالو ام محمد تقول لي قبل كان بس هذا اللون. ايه هذا اللون هي. اللون يعني ينبغى حدوب بيضة حدوب يعني هذا حمرة حدوب أي شيء ينبغى حدوب نخلفه. وهذا أما الخوصة هي هذه. والحين قاعد تسوي حق إنه الحين أسويها عدلية حقت؟ أيوة هاي بنشوفه عقب، أتوقع لين آخر رمضان بنشوف الشكل النهائي إن شاء الله من عيوني. ومحمد قبل شوي كنت تخبريني عن اللمة اليوم، كيف كانت اللمة في بيتكم؟ يعني قصدك الحين على رمضان ولا هي في رمضان؟ في رمضان على الفطور يعني؟ هي على الفطور. يعني طبعا لازم بيكون كل الاهل متجمعين مع بعض يعني على الفطور. احنا عاد نسوي الوان اشكال، اول يوم رمضان الواحد يقول بياكل الدنيا والله. الدنيا كلها ومنك عند الفطور وما ياكل شيء، يشرب ماي وبس، والاكل يتمم حله. بس عاد تعرفي اقول ايش لازم، بس هو الفريد والهريس هذا هذا كل يوم على السفره، هي على السفره حتى على الفطور. والسمبوسه متيات هاي السمبوسه اللي ياتنا دخل يعني ما لها، بس ياخذوها الحين ترى ما ياكل السمبوسه والمندل شوي ياخذوا والمحشي والما ادري شو الحين عاد دخيل يعني. اكثر شيء لما طول ايام الاسبوع ولا بس يعني خميس جمعه وسبت للكل لا تبي يعني اللي يعني الحين تعرف الناس دوامات وشغلهم وهذا يعني في الويكند مثل خميس جمعه سبت يتجمعوا، لكن في وقت الوقت يعني اللي عليه دوام يروحوا اللي صح. قريب دار البيت يعني طبعا يزور، لكن اللي بعيد خلاص يعني بالاسبوع خميس وجمعه. شايف احنا بعد لمتنا هني حلوه ونرجع لهم، اهم شيء عيبتكم الفواله مالنا وصلت. يعطيكم العافيه بنات، احنا هنا يا سناكل نحن بالعافيه. بس بنسال ضيوفنا بعد ايش رايكم في الجيمات هي، لان اخذنا الوصفه جيمات حلوه وطيبه، هي طبعاً. حلوه بكل الاحوال السكر وهي الطبق الاساسي بس هي جيده صح كل معها فعلا خاصه في ايام رمضان يعني حست. بس طبعا في ناس الطبق الرئيسي في ناس تقدمها من دون شيء، في ناس تقدمها بالدبس، في ناس تقدمها بالسمسم بالعسل، اي وفي منهم قاموا يحطون فيها جبن بعد داخل الحين والله صار جبن اي قام يتغير في اختراعات جديده يعني جديده وايد، بس ما راح يتغير الاسم وظل جيمات نفس الجيمات او لقمه القاضي الجيمات. بس اظن لقمه القاضي هي اللي شوي يابسه مو بشي والله ما أعرف، أنا اللي أعرف إنه لقمات أو لقمة القاضي. من الأكل بنرجع للتصوير مرة ثانية سعد مبارك، بنتكلم عن أساسيات التصوير. طبعًا هو فن، حال أي فن من فنون البصرية محتاج إن الشخص إنه يمر على مراحل تأسيسية على أساس إنه يقدر يكمل. هو ما أقول إنه لازم يكون يعني الشخص عنده، خاصة اللي عنده مثلا حس فني وهذه ما اتوقع انه لازم يكون عند الاساسيات وهذه، لكن خلينا نقول احنا الاساسيات هذه نفس السبورت حق المصور، انه يمكن انا قاعد اصور لكن في بعض الاشياء اللي لازم تدعم فيها مسألة التصوير ما تصوير على اساس اني اطلع بعمل فني موزون، فشيء طبيعي انه فيه
احنا مثل ما مرينا بدينا نتعلم التصوير بشكل عام، كل الانواع، هذا كيف يتصور، هذا كيف يتصور، هذا كيف يتصور، وكل وحده وطبيعتها والافكار اللي نطلع فيها. بعديها الواحد يتخصص بالمجال اللي هو شايفه مناسب له او يميل له. فهذه تقريبا اغلب الاشياء اللي احنا نتعامل معها كمصورين. سهام، خبرنا الاستاذ سعود انه يعتمد بالبساطه على رسوماته وايضا الالوان، لكن كل لون اكيد له دلاله نفسيه معينه. شو اكثر الالوان اللي تستخدمها وشو الدلاله النفسيه عليها؟ هي شوفي، الدلاله النفسيه اول شيء قبل ما احكي على الدلاله النفسيه، هي الالوان هي من الارض، الالوان الطبيعيه اللي جايه من الارض، عرفتي شلون؟ فأنا بستخدم الرمل الأحمر والرمل الأخضر والرمل الماء للبياض البيج، يعني لونه يجي على البيج البرتقالي. فهي كل الألوان هي ألوان أرض دافئة يعني. وأنا دائما، حتى الفنان التشكيلي لما ليش بيمزج الألوان بالنهاية؟ فنان يمزج الألوان لحتى يطلع لون الطبيعة، ما بالك بالفنان يجيب اللون الطبيعي نفسه ويحطه بالعمل التشكيلي. فدلالات نفسية ممكن هاي تندرج على الألوان الكيميائية، أن دلالة اللون الأحمر الفاقع الأزرق ممكن هاي لها دلالات، ولكن أنا يكفي أني أشتغل بالألوان الترابية الموجودة بالأرض يلي أكيد لما ننظر لها ما راح نحس أو نتقزز أو نحس بها. أيوة، هي ألوان طبيعية، فهاي الألوان الطبيعية نفسها بتدخل باللوحة، فأنت تطلع على شيء أكيد بيكون فيه دفء وعاطفة. لاحظت أيضا شيء ثاني، في كم من صورة مرت قبل شوي في قطوة سودة، ليش اخترت اللون الأسود للقطوة؟ وليش القطوة بس؟ يعني ليش هي بس هذا الحيوان اللي اخترته في الرسم؟ في شغلة عند الإنسان الفنان، أنا كنت بلاحظها لما كنت صغير، أنا برسم بشوف الفنانين الكبار بيقول أنا صرت أرسم لأنه أنا كنت بطفولتي كذا، طلع الكلام حقيقي فعلا. أنا لما كنت طفل صدقوني كنت ألعب مع القطط أكثر من الأولاد الصغار، كنت لعب القطط أكثر من ما ألعب مع الأولاد الصغار حقيقة يعني. والدي بيحب القطط، والدي بيحب القطط. لأن سهام نفس الشيء على فكرة. كلاب قطاوة. لا شنو؟ كلاب؟ كلاب قطاوة تي يعني. لا أنا ما أنا بكلاب، أنا بالقطط. فالقطط عندي بالفعل، والدي أرجع أقول يعني كان بيتنا لا يخلو من القطط، وسلالة واحدة ما تغيرت يعني شيء من 40 سنة. الوالد عنده حب القطط مش طبيعي، وأنا وكأنه ورثت بهاي الشغلة. فمن طفولتي كنت بلعب القطط، كنت بنيم القطط يعني معي، لحتى لما أكبرت ورسمت وصرت فنان تشكيلي يعني، صار القط يفرض حاله فرض علي باللوحة. لا إرادية أبدا، هاي حقيقة أبدا يعني. حتى أستغرب أنه بدي أتصنعها، ما فيني أتصنعها يعني برسم شوفي هذاك الفراغ كأنه القط بيقول أنا صار مكاني هنا، هذا مكاني. ودائما هو بتشوفيه يجتمع مع المرأة. صحيح، بقول لك نظرة القط هي نظرة المرأة عينها. بالضبط، أحيانا القط باللوحة هو مرأة، أنا بصوره بتخيل مرأة، وأحيانا يكون هو الحامي للمرأة، هو الحارس. في عندي لوحة امرأة وحارسان، عبارة عن امرأة يعني فيها نوع من الألم، أو وبجنبها قطين اثنين يطلعوا عليها بلهفة، واحد بيطلع عكس اتجاه المرأة وواحد بيطلع عليها يعني مثل في حالة من الحماية والخوف يعني. فالاسم اللوحة امرأة وحارسان، فاللوحة القطة، هذا السؤال يعني أول مرة بنسأله بصراحة. القطة كائن متعدد التكوينات لا ينتهي ابدا، ومن اجمل التكوينات هو تكوين القط، وكثير من الفنانين رسموه وتناولوه باكثر من شكل. هي الشقيه والهادئه وكل شيء فيها. بالضبط، يعني كتله تناقضات القط، عباره عن كتله من التناقضات بالفعل. ولكن التناقضات الجميلة. على فكره يعني على تصير التناقضات، القط بطبعه يشبه الانسان على فكره فعلا، لأنه عنده ردات فعل. ولكن إن شاء الله يعني ما يكون عندنا ذاكرة القطة يعني. ذاكرة القطة. يكون عندنا شوي ذاكرة أطول. أطول، لأن هي ما عندها ذاكرة. لأن ما في ذاكرة. فهي ردات فعلها فعلاً تشبه البشر، شبهها من البشر. تمام. أستاذ مبارك، نبي نتكلم عن مشاركاتك في المهرجانات والمعارض.
والله انا فكرت بتقول عن القطط. القطه عندك عن مواقف القطه؟ الله كريم. شكله يخاف. شكله في لا بالعكس انا لا شكله زعل. لا يعني شوفي انا قبل أن انتقل للسؤال يلا تفضل. اثارني صراحه الموضوع القطط لان انا صراحه من محبي القطط وكان عندنا سبحان الله عندنا في بيت الوالد الله يرحمه نفس الشيء اللي هي القطط اللي تكون عندنا في البيت. فلما انتقلت بيت جديد خلاص ابغى انقل الفكره هسه فكره القطط عندي في البيت زي ايش تقول نوي لا استحاله نهائيا بالقط يكون برا. فاقول لهم يعني هذا مخلوق. انا بالنسبه لي صراحه يعني القط خاصه اللي هو اللي انت تربيه في البيت هذا يكون جزء من العيله. انا بالنسبه لي في ناس بعد يخافون يشوفون قطه في البيت يحسونها شئم او يحسونها شئم حسب الالوان أي مثلا الاسود او شيء يمكن هاي كثقافه في ثقافات. لكن بالنسبه لي انا القط هو قط في النهايه قط يعني صحيح. انا اذكر قبل كان عندي هاسكي فحلفت علي الوالده قالت لي اذا ما طلعتي من البيت انا ما ابي بيتك. قلت انا زين ما تجين وايد بيتي يعني انا في الشارجة هني في الجيره فاضطريت اني اشيله. الحين رجعت مره ثانيه يب كلاب اثنين فقاعده اقول يعني يوم بتي هي بخشهم بحطيهم باي مكان ما اقدر استغنى عنهم فعلا يعني. لا هي تصير حاله حيوان في حاله من التواصل فعلا اكتئاب فعلا يعني صح. علاج هذا علاج نفسي علاج صحيح. زين نرجع للسؤال مشاركتك في المعارض والمهرجانات. شوفي انا بالنسبه لي كمبارك محبوب نعم ما احب اشارك وايد قليل المشاركات. فاذا بشارك مثل ما تقولي لنا هل يعني هل فعلا الموضوع يستاهل او كاعمال عندي تستاهل ادخل فيها مش انه مساله المعرض او المشاركه. بس مو حاس نفسك انك قاعد تظلم نفسك بهالشيء؟ تشوفي انا بالنسبه لي لتوجه معين يعني المسابقات على مستوى الدوله ما شاء الله يعني في لكن ما قلت ما احب اشارك لكن ما عندي ذاك الشغف اني اشارك في مسابقات. في ناس تقول لا والله انت بتشارك مش علشان المسابقه لا عشان تعرف انت مستواك وين وما مستواك. فانا ما راح اقيم نفسي في مشاركة أو مهرجان. لكن إذا أنت بتتكلمي بشكل عام كتغطيات أو كمشاركات لي مشاركات وايدة سواء كانت في 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 إمارة الفجيرة أو حتى في الإمارات الثانية في مهرجان اللي هو المهرجان التنسيق خاصة التراثية. أنا من محبي التراث فأحاول قد ما أقدر أني أكون جزء منها كمهرجانات. مهرجانات اللي هي المسرح بعض الأوقات أنا أحب اللي هي المواضيع اللي فيها دراما فأروح المسارح أشوف اللي هي اللقطات اللي صعب أني أطلعها برا وأخليها أو أقدر أخذها برا كتصوير فألاقيها في خشبة المسرح مثلا في أداء الممثل نفسه. فأحب أني أشارك في المهرجانات هاي عشان الغرض هذا. في من المهرجانات الثانية اللي هي مهرجانات سيارات كلاسيكية مثلا أو مهرجان الزهور او يعني المهرجانات الثانيه احب اكون متواجد ليش يمكن احصل مثل ما تقول بعض الزوايا اللي نقدر نقول اني انفرد فيها او احس اني بطلع فيها بعمل فني. كمشاركات لمسابقات انا احب اني اهيئ ناس ادخلهم مسابقه اكثر من الناس ليش ما ادري بس احب اني الشخص اللي يتتلمذ على ايدي اشوفه داخل مسابقة او مهرجان او حتى معارض واشوف ردات فعل الناس عنها. واخر حتى اخر معرض صار عندنا احنا بحكم اني انا معاهم في اكاديمية الفجيرة فعندي هو قسم التصوير وكان عندنا مهرجان ملتقى العود اللي كان قبل اسابيع فردت فعل المنتسبين عندي في المهرجان وردت فعل الناس لما مروا المعرض حسيت اني انا اللي انجزت مش الملتقى او الاكاديميه او الشخص انا اللي انجزت لاني وصلت الشخص هذا من مستوى اللي هو البسيط او المستوى العادي الى مستوى يقدر يدخل فيه معارض. فانا هذا اللي احس فيه انجازي انا كمعارض متعه عطاء يعني انا هذا اللي حبيته صراحه. صحيح استاذ سعود لم تعد تشدني المدرسه الكلاسيكيه والفن ليس تسجيلا للوقائع. نعم خبرنا اكثر عن هذا الموضوع. المدرسة الكلاسيكية لم تعد تشدني ولكن لا ألغيها يعني أنا هاي وجهة نظر شخصية. المفروض أحس أن الشخص يتأسس
كلاسيكي ويروح ياخذ هذا خط كلام معين جميل آخر. هذا بصلب التشكيل انت نعم. عم تحكي المدرسه الكلاسيكيه والواقعيه بتحسيها انه انت رسمت الواقع سجلته سجلته مثل ما هو فالواقع هو موجود وين الفكره من من, من وراء هذا الرسم هل انت يعني فنان استعراضي بالنهايه انت تستعرض انه انا قادر ان ارسم يعني انا قادر انه اطلع ماهيه الاشياء فقط الماهيه موجوده هي بالواقع ولكن في ماهيه عند الفنان بفكره تجاه الاشياء يعني انا اليوم لما اتناول وارسم القطه بمفهومي الخاص مثلا او ارسم المراه بمفهومي الخاص يعني هذا التكوينات اللي شفتوها مثلا هاي تكوينات هي خاصة بسعود العبد الله هاي أنا كونتها وأنا بينما أنا إذا اليوم أنا أرسم واقعي أو كلاسيكي والأخ محبوب يرسم واقعي وكلاسيكي ونتناول نفس الموضوع ونرسمه واقعي نحن ما عم نضيف شيء بقدر ما أنه عم نسجل تسجيل ويجي شخص ممكن يكون من البسطاء يعني مع احترامي للجميع يزقف ويقول الله يعطيك العافية فعلا الصورة تشبه صاحبها أنت فنان مثلا لا الفن هو فكر اللوحة فكر يعني أنا ليش قلت الأثر أهم من الحادثة يعني أنا بدي أطرح مثلا نوع من أحكي موقف شوي حاد أو قاسي شوي لما يموت أحدهم لما تصدم سيارة ونتفاجأ فيه ونشيله وندفنه ونبكي عليه أعتقد لما نرجع البيت ونشوف مكانه خالي هون هو قمة الحزن الأثر أهم من الحادثة فعلى الفنان أن يصور الأثر مو مطالب منا مطالب أبدا أن يصور أو ما يصور هو حر شو ما صور ولكن أنا من وجهة نظري الخاصة كفنان تشكيلي بشوف أنه الأثر أهم من الحادثة أنا آخر معرض عملته ببيروت بال 2018 تحت عنوان امرأة تتحدى الانتظار امرأة تتحدى الانتظار الانتظار هو نتيجة شنو اللي صايبنا الآن نتيجة الكوارث والحروب اللي حوالينا إذن الانتظار هو أثر من آثار هذه الحروب وأنا رسمت المرأة البسيطة ممكن الجميلة بكل بساطة اللي تتحدى أحد آثار الحروب جميل اللي هو الانتظار مسميات رسوماتك صراحة تطرح على روايات رائعة الله يعطيك العافية الله يخليك ضيوفنا ومشاهدينا طبعا نروح بريك وبنرجع نكمل سوالفنا مرة ثانية تريونا بعد هذا الفاصل بنرجع بمواضيعنا الجميلة مع ضيوفنا رجعنا لكم مشاهدينا عقب هذا الفاصل والحين ضيوفنا أستاذ مبارك وأستاذ سعود ندعيكم علشان تنتقلون لقسم التراث مع الزميلة عواطف محمد عاد هناك قهوتكم تقويتكم عنا هني غير وهناك قهوتكم غير إن شاء الله لا السلام عليكم القمام جاهزة ولا كل شيء جاهز السلام عليكم أهم شيء حسيتوا نفسكم بأجواء تراثية؟ تراثية ورمضانية هي رمضانية حلو الركن التراثي والأكلات قبل شوي كنتوا تتكلمون أنا لفت نظري موضوع التصوير فيعني يف بالي السؤال وأبي أسألك يا ممكن أي حد يصير مصور؟ يعني لو أنا ما عندي خبرة بس خاطري ودي أتعلم والله أنا عندي شعار دائما أردده التصوير للجميع 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 فأي واحد يقدر يصير مصور حتى التصوير تغير عن قبل صح؟ أنا أحب الأشياء اللي قبل دائما أتحيز للتراث هو حلو ما أقولك ما بس تغير بس يعني تغير كان صعوباته أكثر صعوبات تقنيات كانت مش إنه أي شخص يقدر يقتني كاميرا مش أي شخص يقدر يصير مصور لكن الحين مثل ما تعرف التقنيات زادت والأمور بدأت تصير أسهل وأفضل طيب. فأحس إنه خلاص الموضوع صار في متناول اي شخص اي حد ممكن انه اي شخص عادي يعني تمام ما تحس انه في دخل على المهنه عادي عندك والله هو شوفي انا بالنسبه لي مثل ما قلت التصوير للجميع ولكن يفضل ان الشخص يكون عنده حس فني
يعني لما يصور يصور شيء فني، مش انه كوب او مثلا راح كوفي شوب وقعد و... فصور عادي على راحتك، لكن خليك انت سفير لتصويرك، او خلى صورك تتكلم عنك، خلى صورك تعكس شخصيتك، خلى لك ثقافه في التصوير. هذه دائما اللي ارددها. استاذ سعود، يمكن قبل والحين الرسم شيء قديم يوي يانا، في رسومات قديمه وللحين الموضوع يتطور، شو اللي تغير تحس؟ يعني ليش بعدنا معجبين مثلا بلوحات قديمه جدا، نفس خلينا نقول الموناليزا، بعد للحين بعد سنين هي في ما قبل الموناليزا يعني هي في يعني قبل رسوم الكهوف. صحيح، يعني كهوف لاسكو والتاميرا، وال الانسان رسم على على جدران الكهوف، يعني كانت الحاله الطوطميه هي مسيطره عليه. صحيح، فرسم. وفي عندنا لوحات الفيوم اللي اكتشفوها بمصر، منطقة الفيوم هاي يعني بالتاريخ القديم. صحيح، يعني اللوحة المسندية اللي هي اللي هي مصنوعة من الكانفاس المشدود على الخشب، هذا هذا العمل لا يموت. صحيح، ابدا. يعني مهما تطور، طلع الفيديو ارت، طلع الانستليشن، طلع مجموعة من الفنون، هاي الفنون موجودة، ولكن اللوحة المسندية العمل التشكيلي أكيد. صحيح، موجود. صحيح، هذا بالتأكيد أنه موجود، وهذا لا ينتهي ولا يموت. بس في تطور. أي طبعا في تطور. وبالرسم بعد تواكبون هذا التطور وهذه الحداثة؟ أي طبعا، يعني هلأ تحت مسمى الحداثة. صحيح، يعني هلأ صار مسميات للحداثة. الحداثة هي يعني باعتقادي الشخصي هي مسمى إجا نتيجة التطور التكنولوجي اللي نحن عايشين الآن. ولكن أرجع أنه العمل اللوحة التشكيلية راح تظل وراح تستمر، وبنفس التقنيات على فكرة. صحيح، يعني اللون راح يظل هو اللون، ممكن يتطور من حيث الجودة ولكن راح يظل هو اللون، راح ينظل نرسم على قماش. صحيح، عرفتي مع التطور. بالضبط. شوي نرجع لزمن الطيبين اللي هو قبل، خلينا نقول قبل 30 سنة، تحسون في شيء تغير؟ يعني استاذ مبارك واستاذ سعود، الاجواء اللي كانت قبل، لمه الاهل برمضان، لان احنا هني بقسم التراث دائما نتحيز للتراث. تمام. وهني بعد استاذ ام محمد، خاله ام محمد وياي، فنحن دائما نحب هذه الاشياء اللي تخص الاشياء القديمه. صحيح. بسالكم بشكل شخصي، يعني في بيوتكم بعدكم محافظين على هذه الاجواء الرمضانيه؟ من يبلش؟ اتفضل. عندك استاذ مبارك، استاذ سعود، ولا راحت عندك؟ والله يعني الاجواء هاي موجوده، لا زالت ببيوتنا. انا احكي ببيوتنا، يعني بالجزيره السوريه، منطقه الحسكه، منطقه القامشلي، دير الزور، الرقه، موجوده بكل حتى في ببعض المناطق الاخرى من سوريا، ولكن انا بحكي على المناطق اللي عايشين فيها لانه انا شايف بعيني. يعني اللمات هاي، يعني حتى الجيمات، انتم موجوده عندكم الجيمات، نحن عندنا موجوده الكليتشه او الكليجه. الكليجه هي الكليجه او الكليتشه بتشي، يعني حرفة شي. وبعد يسمونها لقمه القاضي تقريبا، او عوامه عندكم؟ العوامه موجوده ايضا. العوامه هي نوع من عندنا كمان نسميها المشبك. هي ايوه العوامه هي 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 نفسها، ولكن تجي اقسى شوي، قاسيه، يعني في لها نوع من بتقرمش يعني. بس عيبتك لا، طيبة جدا. ذكرتك بقبل استاذ مبارك؟ صراحة وايد ذكرتني بأيام قبل، يوم الوالدة الله يحفظها تسوي. الله يحفظها. طبعا مشكلة ان امهاتنا يوم يدشن المطبخ واحنا وراهم مصيبة مسكينة، هي سواء كانت الجيمات ولا شو اسمه، هي تسوي تحطي لين ما تخلص احنا مخلصين اللي موجود. هذا دايم. فيعني خلون زين بنات. هذا طبيعي، هذا عندي جميع. نعم، فخلونا مثلا بتسوي خبز رقاق بتحطي ثنتين ثلاث تصد ماشي مخلصه. ف استاذ محمد، شو رايك تصد؟ تتعبين بعد تملين وتسوين تكملين؟ اي والله الوالد الله يحفظها مخلصه وهي تسوي، ما عندها مشكله. عندهم الخبز الصغار يعني يحبوا اخر الطحين اللي هاي يسموها كوانه عندنا، اخر وحده صغيره كل يحب هذا، هم يضاربوا عليها، هاي يقول لي باري القطعه الاخيره هذه كلهم الصغيره هذه كنا من يوم صغار احنا عند امهاتنا نفس الشيء. صحيح. يعني نقول له لا نبال هذا الاخيره كوانه يسموها. صح، ويورطوك تسوين زياده؟
لا يترايد كم هذه آخر الطحين اللي في في الطاسة أو في الملة. فإذا فإحنا يوم صغار بعد نفس الشيء لأن ما أقول له أمي هذا نبغى مثلا أخوي يقول أنا أبغى أنا أقول أنا أبغى الحين العيال نفس الشيء يمكن يوم يخبز لازم نبغى الكوانة كوانة اللي هي أصغر شيء تصير في آخر شيء آخر الطحين. اليوم سويتي لهم؟ اليوم خبزين لكن الحين أنا ما خبزت خبز الشغال. شفتي كيف؟ لا أنا سويت الخبيز سويت القهوة سويت كل شيء يعني لكن لازم عندنا مساعد عارف لازم يعني. تعلمينا بعد تعلمين الجيل الجديد لازم أكيد يعني علمهم يعرفوا البنات الحين يعرفوا يسووا إحنا عندنا البنات يعرفوا يسووا الخبيز يعرفوا يسووا القيمات يعرفوا يسووا الخبز يخبزن يسووا كل شيء حتى يوم نطلع يعني رحلة البر هذا شو البنات يشتغلوا يطبخن الأكل ويسووا كل شيء أستاذ مبارك أستاذ سعود تساعدون أنتم بعد؟ نساعد منه تساعدون في البيت يعني الوالدة تذي تساعدون والله شوي. هذا شيء طبيعي أي والله شيء طبيعي يعني الله يحفظهم يعني خاصة يعني اللي أتكلم عن يوم أول المطبخ مكان صغير مش إنه نفس الحين تكييف وهذا وكل شيء وخدامتين لا قبل كانت مكان صغير في الحر وهذا هي فصح السبلة أو مثلاً مكان صغير محطي يعني ولا فراش صارود ولا صح. سمة ما الأول ويلسوا عاد عليها خبزة الوالدة وما شاء الله من أول الجو حلو كان ماشي سبحان الله ثلاث حصايات وسوا هذا الموقد مالهم الأول والحطب غاز ماشي أول والحين أسهل صار الحين أسهل بس صعوبات وايد يعني المكيف والكهرباء يعني أشياء بعد الحين وايد يعني وحر ها تعبت اليوم سويت الهريس سويت وهذا شو الخبز مدهون وسويت الفريد الدياي وسويت السمك عيش وسمك انا وخدمات معي بس انا بروح الاشتغال يعطيك العافيه والحين هذا خبزي جبت انه بس ما يدوري يلا ان شاء الله بنسوي شو اكثر اكلات تحبونها شو الاكلات التراثيه وين بالإمارات؟ بالإمارات بسوريا يعني هو الأكل التراثي دائما يعني لمعزة خاصة. أنت حكيتي شغلة أنا الأكل اللي بعزها اليوم أكلتها بالبيت وجيت لعنكم. الحمد لله بالعافية. اليوم هي الثرود البامية. اللي هو. اللي هو مكون من اللحم المطبوخة لحمة الغنم أو الدجاج يعني أو الطيور يعني بشكل عام بتكون ينفرد الخبز الصاج. بأرضية الصحن بشكل دوائر يعني متخالفة يعني عن بعضها وينصب اللحم بيكون مقطع قطع صغيرة يعني وبتنحط فوق المرقة اللي انطبخ فيها اللحم مرقة وفي البامية هي عبارة عن بندورة والبامية مع بعض كمان ينصب فوق البامية وعبارة عن ثرد يعني ثرد الخبز الفريد هذا الثرود هو نفسه ايوه فبتخلطي سمك الفريد ما يصير من السمك ما يصير شفت كيف نتشابه بس اللحم من اللحم والدياي بس هل ألذ شيء السمك ما يصير الاولين كان يسوي سمك يسوي سمك الفريد بعد بس السمك الفريد يسوي بس الاولين حتى الهريس والباميه موجوده معنا لكن الحين عيالنا ما يحبوا السمك الهريس كان العرسيه احنا نسوي عندنا عرسيه يسوي بعد يسووها على يسووا عيش محمر هاي على السمك والله يحطوا على الخباط والقلعه هاي فكره جديده هاي فكره جديده بدنا نسويها اما الحراش والخباب ما يسووا يعني احنا حتى عن الاولين كل شيء يسووا ما شيء تعضلوا فيه وعيال اول ناكل حي الله الحين لا انت هذا الحين ما يبغى الخبز حد ما يبغى الدياي ما حد ياكله نتشرط نتشرط معنا عيال هذول حد ياكل كذا وحد ياكل كذا ثلاث انواع نسوي يا لحم يا دياي يا سمك كل حد باكله لابوي يبى سمك لعيال حد يبى لحم حد يبى سمك حد يبى دياي ما حد كل حد نسوي لازم ثلاث اول اكله وحده صح ما يتشرط ما كنا نتشرط صراحه احنا يوم كنا صغار ما كنا نتشرط والحين رينا سمك كلينا رينا لحم كلينا رينا دياي كلينا المشمى والدياي بعد صح. أول ما مالت اللاجة يمشي الحين اللي يمشي أول ما يبو غزول يمشي ما شاء الله ما يحبوا لا دياي ولا البيض مال اللي المرباي في البيت ما يحبوا صحيح يعني اللي يشوفونه يمشي والله شوفوا يمشي وياكل ناكل هذا لا ما نبغي خليهم بعد أستاذ مبارك ما خبرتنا عن أكلتك المفضلة نفس الشيء فريد ثريد ولازم يومياً على لا شوفي هو أنا بالنسبة لي ليش الثريد لأنه طبعاً أول يوم من أيام رمضان لازم نتجمع في بيت الوالدة والوجبة الرئيسية تكون هي الثريد
خلاص الحمد لله خلاص هاي انطبعت فخلاص تعودنا عليها. فريد معناته بيت الوالدة معناته هذا شيء يعني مثل ما نقول شيء لابد منه. الحمد لله رب يديم الحلوة إن شاء الله في الجمعة. الله يعطيكم الصحة والعافية. الله يسلمك. آمين. إحنا عيشناكم أجواء التراب اليوم. زين تكلمنا عن الأكل ما تكلمنا عن الحلويات الفوالة اللي هي أهم شيء عندنا. الفوالة. الفوالة يعني ال. ها؟ هذه جديدة إحنا معنا حلاوة الفوالة. أول ما شيء معنا حلاوة الفوالة اللي هذا. التمره والخبزه والهريس بس على ترى تو محمد تقولي تقولي لو بس قهوه هي اسمها فواله هاي هذا الفواله عصيد والساقة والخبيص والمكثف بعد يسووه اول بعد كل حد ودوره انت بتسوي كذا وانا بسوي موالح موالح هي هذا بس الحلو عقب يعلمونا كل الاكل تكلمنا عنه انا قريت ان هذا الفواله انه اضافه للفواكه المتنوعه تكون موجوده هي ضروري صحيح مع أن قبل شوي محمد تقول لي إنه يتوقع أستاذ مبارك بعد حتى لو بس قهوة يعتبر شيء هذه فوالتنا صحيح يعني تمرة فرد التمرة وفنيان قهوة تعتبر فوالة صحيح فوالة مشكور إحنا نتمنى أنكم استمتعتوا بقسمنا لأن قسمنا أحلى قسم يعطيكم العافية بنات إحنا طرشنا لكم لا بيتمون ياسي هني الياس أريح صح؟ والله جلسة يعني هاي تفضلوا انتوا يا استاذ مبارك واستاذ سعود تسيون بتمون هنا ولا تروحون هناك ونكمل انتم ما مشكله خير والبركه فيكم يعطيكم العافيه الله يسلمك يا رب الله يسلمكم يعطيك العافيه عواطف الله يعافيك ويعطيكم العافيه حبيبتي الله يسلمك جلستكم حلوه وفالتكم حلوه فوالت خير شو الاكل لذيذ عيبكم أنا ما شفت قهوته أصلاً. كل شيء. الجلسة طيب. تكفي. يعني هاي ردتني لأيام زمان لما كنا نقعد في البيت. صح. مع الوالدة مثلاً خاصة لما العصرية لما تجمع الحريم. الفوالة برا عند الباب. أيوة عند الوالدة مثلاً وحتى في الحوش. أي صح. أو حتى في الصالة إذا كان مثلاً الجو حار. ما نتروح مثلاً اللي هم الحريم اللي جاي يزوروا الوالدة إحنا نقعد فكان إحنا قاعدين نتفول مثلهم وكذا. موجودة يا أستاذ مبارك قبل بعد كانوا هالينا شو كل بيت كل حرمة تجيب فوالتها تجيب صينية مثلا اللي عندها تمر اللي عندها خبيص اللي عندها شيء ويتجمعون كلهم في بيت وحده في مكان واحد ويالسن مو بداخل بعد بالدور أنا قريت إنه بالدور إنه فلان اليوم ويالسن عند باب الحوي برا يعني حتى اللي يخطف عليهم عادي يتقهوى عادي يتقهوى يعني هذه مثل ما تقول اللي إحنا تربينا عليه وهذه عادات وتقاليد أوردي موجودة والحمد لله يعني أنا أشوف في بعض الأماكن الناس لحد الحين محافظين على الموضوع. أكثر شيء ممكن أحس نعم محافظين على هالموضوع. الأهالي كلهم مع بعض هني. صح يعني تلاقي إنه مثلاً بتمشي في خاصة في الأحياء اللي هي الموجودة عندنا. صح. بتمري لازم تلاقي إنه في مجموعة لازم تقعد يومياً اللي هم سواء حريم صح. الكبار أو الرجال الكبار تلاقي في مكان معين. مش بس اللهم نحن قعدتنا اللي خاطف زائر او حتى ضيف جديد على المنطقه هذه اللي يتفول اللي يقعد ويتقهوى عندنا فالحمد لله لك يا رب ان هاي الشغله لحد الحين موجوده الحمد لله استاذ سعود خبرنا عن الاجواء في سوريا هل ايضا موجوده الفواله اي ضيافه يعني نحن تسمونها ايضا تطلقون عليها فواله لا الفواله انا قرات عنها عنكم وهي تجي من معنى الفأل التفاؤل بالخير يعني نعم. بس عنا لا هي الجمعه بتصير دائما اوقات العصر بالحارات اللي عندكم بالقرى بالريف اي يعني العصر عنا الاجواء هناك فيها نوع من الرطوبه الشمس طيبه فبس عدت الساعه 3 العصر صح لابد لابد انه تصير جمعه عند اكثر من بيت يعني مو عند بيت معين بس طلع شخص من اهل هالبيت برات البيت اجى صديقه واجى الثاني اجى والنساء نفس الشيء خصوصي لما تطلع الشمس ونقول انه اكسرت الشمس فيصير الفي الفي اللي قاعده فيه تصير طيبه وقت المغرب تقريبا يعني فتجتمع ايضا النساء ويجتمع الرجال ويشربوا الشاي اكثر شيء ويشربوا القهوه يتحلوا احيانا ويتعلمون عاداتنا العربيه يعني يتعلمون سوالف صح صحيح في مدرسه كانها تتناقل يعني القهوه والشاي طبعا اكيد فعلا ومن الاشياء اللي نتعلمها يعني مثلا الصغير يتعلم من الكبير صح. هاي الميلس اللي نحن فيه او البرزه اللي ياسين فيها طبعا الحرمه الكبيره
تطرح مواضيع وشي يتناقشون فيها. صح. يعني قبل ما كانت في محاكم، ما في قضاء، ما في غيره، كان كبير الكبير القبيلة نقول، او هو القاضي الوالي او يتناقشون فيها هالمواضيع فعلا، يعني كانت مو بس حق القضيه ايضا. فعطنا من هالمعلومات استاذ مبارك. يعني هو اللي انا اعرفه، شوفي اللي انا اعرفه من امير القبيله او الفتره هي اللي قعدنا فيها، تلاقي ان مثلا القعدات هذه مش انه بس اللهم مثل ما ذكرت انت، مش اللهم بس كلام وسوالف، لا، هذه تقدر تحل فيها مثلا قضيه، تقدر مثلا تناقش فيها موضوع طبعاً. تقدر يصير فيها زواجات، يصير فيها مشاكل تنحل، تتعلم منها في ناس كبار بالعمر تسمع منهم. صح، يعني حتى اللي كنت لاحظ ان خاصه الريال الكبير يوم يكون عنده ولد هذا يعتبر سند. صح. فانا ابغى يتعلم السنة، يتعلم العادات فيقعده وما يقعده وبس، لا يقعده ويكون على قولتنا احنا اصغر القوم مقهويهم او مضيفهم. فهذه اللي فعلا خلتنا نتعلم لما بدينا احنا ندخل في المواضيع هذه. اهالينا لما كانت تيه زيارات وكبيره، خاصه اللي هي العائليه، فاصغر واحد يتوهق. صح ان احنا نتعلم، ما كنا احنا نركز وايد، بس فعلا كنا نتعلم ان نشوف الشخص هذا لما يتكلم الكل يسكت، هذا خلاص هذا اللي هو اللي قاعد في صدر الميلس. صح. هذا كبيرهم، هذا اللي ايوه قاعده، متى يتحرك، متى نروح، متى نرد، شو الرد، شو الاشياء اللي تصير. فهذا اللي فعلا اللي تعلمناه في الميالس هاي، وتعلمناه في القعدات هذه، اللي فعلا عززت فينا نحن مساله السنع والدرابه والوطنيه فهاي الحمد لله لك يا رب، مش انه بس اثرها بسيط، لا اثرها عميق. نعم. خاصه ان انت قاعده تنشئ جيل. صح. وتبغي الجيل هذا يعني يستمر على العادات، يستمر على هويته. يعني حتى الحين انا احاول ان ولدي اشيله معي اغلب ميالس. الاوقات خاصه لما انا اروح مثلا عند الناس الكبار، وهذه افضل انه يكون عندي اساسا انه يتعلم، يشوف الحياه كيف تصير. الحياه مش سوشيال ميديا، الحياه مش تلفزيون، الحياه مش العاب، الحياه فيها اخذ وعطى وتجارب، انت بتتعامل مع هذا. انا بكره اذا انا رحت انت بتاخذ دوري. احنا نقول هي تعلم البروتوكول الحين. أيوة. قاعد ياخذون الناس على دورات. أي. هذا احنا تعلمناه في الميالس، البروتوكول والسنع والذراب، هاي كلها احنا تعلمناها من الميالس. وحتى لو غلطنا نغلط وعادي، مثلا اني احصل هزبه، اني احصل توبيخ قدام الناس، بس اتعلم. الحين تقول يعني انصدم انه في ناس حتى كبيره، مش انها كبيره في السن، كبيره لكن يصب القهوه باليمين هذه مصيبه. طريقه الجلسه حتى، طريقه الجلسه، طريقه الكلام. يمكن تلاقي انه في شخص الحين للاسف انه في بعضها مشكلها، في بعضها انه تلاقي اصغرهم لاهي وعادي يطلع ويدخل مش مهتم. يعني طريقة حتى يوم يعني مثلا في ذبيحة، في غداء، شيء عيب الصغير يقوم قبل الكبار. أبداً. حتى لو بغى يقوم يستأذن من احترام. أيه. يعني حتى نتذكر من مرات اني صرت منطقة جبلية. نعم. كان عندنا احنا مسح، فمريت وكنت متفق مع اللي هو والي القبيلة او مسؤول عن المنطقة اني انا بي في اليوم هذا بيكون عندي بحث وكذا، فانا ابغيه يساعدني وهذا. فقال انزين، تخيل انا بروحي وقعد وفي نفس الشيء ضيافة ما ضيافة، لا الأبو ولا الأولاد يعني حط إيده لا في القهوة ولا في ليش؟ خلاص هذا ضيف، هو اللي المفروض يتفول، هو المفروض خلاص يكتفي، بعديها أنتو. يعني حتى اللي هو اللي ضيفني ما رضى يا عمي انزفني، على الأقل شاركني القهوة. لا أبدا، أنت تشرب. ليش؟ هذا اللي تعلمناه. ولاحظت أن حتى العيال كانوا مثل ما تقول نفس ستاند باي، يعني اي حركه او اي ايماء من الابو خلاص هو فهمها، خلاص متاسس ومتربي. على هذا. فهذا اللي فعلا خلانا نصير مثل ما تقولي عندنا ثقافه، وفي نفس الوقت محافظين على التراث. عندنا ثقافه ومحافظين على السنة، على العادات والتقاليد. فاتوقع ان مستحيل مدرسه ولا جامعه راح تعلمني مثل ما تعلمت من الميالس هذه. استاذ سعود، اسمها يطلق عليها في الامارات كبير القبيله، وفي سوريا أظن حسب المسلسلات السورية. نعم. المختار، لا يسمونه شيخ العشيرة. شيخ العشيرة. نعم، شيخ العشيرة. خبرنا أنت عن هذا الشيء. يعني شيخ العشيرة أنا كشخص، أنا سعود العبد الله من عشيرة، يعني ابن عشيرة بسوريا، الجبور، عشيرة الجبور. كان إنه شيخ في أنعيم، في عشيرة أنعيم، في أكثر من في أرولا بالمناطق هناك.
ففي شيخ العشيرة المختار يجي حسب ما أنا بعرف المختار هو يجي مثل اللي القائم بالأعمال بمنطقة ما بقرية ما بعدد من القرى هو مستلمها يعني ختم المختار وين ختم الختم عند المختار مشان يخلص أوراق أو أيوة بس لا شيخ العشيرة موجود دور شيخ العشيرة نزيل دور شيخ العشيرة دور شيخ العشيرة الحين يعني موجود ولا لا في ناس موجودة يعني شيخ العشيرة كمان يحل المشاكل بيصير مشكلة بين عرب وعرب بين بيت وبيت الثاني يعني الخلافات حل الخلافات حل المشاكل بين الناس واسمه ووضعه لهيبته أيوة إلى هيبته فبهالطريقة يحل إنه إجا أبو فلان خلاص يعني ما الموضوع عاد عنده ما عاد في مجال إيه من هذا حل المشاكل أظن يعني يوم يكون في مشكلة يوم يتدخل الكبير العشيرة المفروض أن احتراما له المفروض أن تنحل المشكلة صح تماما هذا هو هاي هي الغاية من وجوده الله يعطيك العافية بنرجع لأهمية وجود أكاديمية حين وجود الأكاديميات طبعا مثل موجود ما شاء الله أكاديمية الفنون في الهجيرة نقول أول أكاديمية في دولة الإمارات تهتم بالفن وجود الأكاديمية هل هي تدعم الفنان وتسقل هويته أو تسقل شخصيته أكثر هو تشوفي مثل ما حتى كنا نتكلم في قبل اللقاء ان في فنان لكن مش عارف الاساسيات ومش عارف التوجه اللي بيروح فيه اتذكر لما انضميت للاكاديميه كان مهم جدا عندي ان نعرف توجهكم انت شو حلو انت بتجيب ناس عندك بتقعد تدرب فيهم او تاهلهم انت وين تبغى توصل فيه شو الرؤيه شو التوجه شو المغزى من الموضوع هذا فاللي فهمته أو اللي عرفته منهم إن لا أنا أبغي أهتم في الفنان كفنان إني ما أبغي يدخل في متاهات اللي هي الأمور التعليمية وادخل في تواريخ وادخل في تعقيدات لا أنت عندك موهبة تعال عندي أنا بسقلك إياها لكن بجيب لك شخص مختص ولا ومش مختص بس عنده كفاءة وخبرته واسعة ف هو يعني مثل ما تقول اللي هي الخلطة حلوة إن عندي موهوب وعندي شخص ذو خبرة وتحطيهم في مكان واحد وتعال تفرج على النتائج تعال تفرج على النتائج فهذه هذا التوجه اللي كان فيه أنا ما أقول إن دورها 100% لازم يكون موجود هي داعم للفنان داعم للشخص اللي فعلا يبغى يوصل لمستوى حاب إنه يطور من نفسه لما حتى بدينا ما شاء الله أنا يعني أشوف خامات لكن الخامة هذا اللي عندي في الأكاديمية نفس الشخص اللي مش عارف وين رايح أنا عندي طاقة عندي 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 ملكة عندي حس فني بس أبغي شخص يوجهني صح فالسياسة اللي عندنا هنا أو الاستراتيجيات اللي احنا نشتغل عليها نتعال أنا بفهم أنت شو تبغي وهذا اللي بتتأسس عليه وأخذ منه اللي شو يبغي وقاعد أدعمه بأشياء أكاديمية. أوكي أنت عندك تعرف تصور تعرف ترسم تعرف تكتب خط تعرف تعزف لكن في مثل ما ذكرت من البداية في أساسيات لازم أسسك صح على أساس أنك لما تطلع وتواجه العالم الفني تعال تعلم يعني تعرف ترد بثقافة ويكون عندك مخزون ثقافي ومخزون اللي هو للتجارب ولا التكرار في الجسم وايضا استاذ سعود سعدنا فيكم اليوم ونورتونا في الفوالة انا وسهام وعواطف يعطيكم الف عافيه نورتونا اليوم كل الشكر لكم مر الوقت سريع فعلا صح وجودكم فعلا اي مصور مع فنان فعلا كانت الحلقه رائعه اول يوم من ايام شهرنا الفضيل شهر رمضان كريم والله يعطيكم العافيه أكيد نورتونا أستاذ سعود العبد الله فنان تشكيلي وأيضا مبارك محبوب الكياني مصور فوتوغرافي في استوديو فوالة شكرا لكم شكرا والحين بعد نشكر زميلتنا عواطف يعطيكم العافية وحلو كانت أجواء جميلة جدا وأول ليلة من ليالي رمضان وشكرا لكم بنات يعطيكم العافية ضيوفنا شكرا بعد جزيلا. شكرا لكم نورتوا استوديو فوالة بأول يوم من ليالي رمضان الله يعطيك العافية مشاهدينا وصلنا للختام نتمنى إن شاء الله حلقتنا اليوم حلقتنا الأولى تكون نالت رضاكم
أكيد مشاهدينا تصبحين على خير. تلاقين خير سهام، وأيضا مشاهدينا تصبحون على ألف خير. إن شاء الله بيتجدد لقائنا وياكم باكر في نفس الموعد أو التوقيت. إلى اللقاء، الموعد والتوقيت يوم مع بعض. من التسحر تصبحون على خير. تصبحون على خير.